في مرة من المرات دخل الدكتور عبد الرحمن الصميط على إحدى القرى لكي يدعوهم بعد أن استأذن سلطان القبيلة الذي رفض، ولم يرفض فقط وإنما ألب الأطفال والصبيان على اللحوق بعبد الرحمن الصميط ومن معه، وصاروا يطردونهم ويرمون السيارة ويرمون عبد الرحمن الصميط ومن معه بالحجارة. هل يئس؟ أبدا. قال لمن معه من الدعاة: دعونا نرجع إليهم مرة أخرى بطلب آخر. لما جاء سلطان القبيلة قال: أنا ما أريد منكم شيء، ولا أريد منكم حتى الإسلام، أنا أريد فقط أن أحفر عندكم بئرا وأمشي. قال: فقط؟ قال: تريد شيء ثاني؟ قال: أبدا. فلما حفر بئرا صاروا يتكلمون فيما بينهم: هذا الرجل العربي فعلا جاء لمصالحنا ما دام أنه ما يريد يعرض علينا الإسلام. مع مرور الوقت ولما علموا منه الصدق أسلمت هذه القرية بعد أن أسلم سلطانها، وحفر عندهم بئرا وبنى مسجداً.